اهلا وسهلا بيكم. هل وضع الليمون والثوم والافراط في وضع الفلاجيل والاشياء دي كلها في مسألة الماء للطيور، هل وضع هذه الاشياء مفيد ام مضر؟ طبعا احنا بنقول ان يعني انت لما تيجي تحط ثوم في المسألة، فطبعا احنا حتى يعني مثلا لو نظرنا مثلا الى الانسان هنلاحظ ان في ناس كتيرة جدا المعدة عندهم لا تستطيع ان هي تتحمل الثوم، يعني الثوم دوت ممكن يعمل لهم مشاكل او ممكن يعمل لهم قرحة في المعدة. برضك كذلك الليمون، يعني نلاحظ ان في ناس كتيره جدا بتفرط وبتحط بكميات كبيره، كل يوم يحط مش عارف ليمون في المسقه، ويوم تاني يحط مش عارف فلاجيل، ويوم تاني يحط مش عارف توم، ويوم تاني يحط مش عارف فيتامين. الاشياء دي كلها بتاثر على صحه العصافير والبغبغاوات. ليه بقى؟ لان تخيل كده ان انت لما تيجي تشرب من الميه فتجد تبص تلاقي ان الميه يعني طعمها مش حلو، فاللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان انت مش هتاخد كفايتك من الميه، لان انت الميه نفسها ريحتها مش حلوه، طعم الميه مش كويس، فبالتالي ده هيسيب اثر خطير جدا على العصافير وعلى الطيور، وهياثر على الكلى، هياثر على الكلى عند الطيور. فمش تقعد بقى كل شويه تحط توم وتحط ليمون وتحط مش عارف ايه، لا كده غلط. يعني انت ما تحطش الفلاجيل او الليمون ده هوت الا بطريقه الصحيحه. الطريقه الصحيحه هي ايه؟ يعني لما يكون يعني ايه، يعني انت عايز تعمل مثلا وقايه للطيور مثلا ايه، مره مثلا في الشهر تعطش الطائر مثلا قبلها مثلا ب4 ساعات، يعني الطائر كده الوقت عطشان جدا، وطبعا ترفع عن الطائر الاكل الطري. يعني ايه؟ انت هتحط للطيور النهارده مثلا الليمون في المسقه في الميه، يبقى لازم ان في اليوم ده هوت انا هرفع الاكل الطري، ما احطش اكل طري ولا احط فواكه ولا خضروات، وهحط الحبوب وهعطش الطائر، وبعد كده هحط الليمون اللي انا حطيته في الميه طبعا بمقدار بسيط، نقطتين او ثلاثه، وهسيب الطائر لما يشرب من الميه، وبعد كده بعد ساعه او ساعتين هبدا اغير الميه. يعني ما ينفعش ان انا اسيب الميه كده طول اليوم. او مثلا واحد يقول لك مثلا ايه، حط توم في الميه وسيب التوم دوت مثلا يومين او ثلاثه، ده كلام غلط، لان انت كده بتضر الطائر. الليمون ده لما تسيبه في الميه فتره هيتعفن، وكمان الطائر كده هيبعد عن الميه، فانت كده بتضر الطائر. فلازم تعرف الطريقه الصحيحه لوضع الاشياء اللي هي الطبيعيه ديت، ويا ريت ان انت تبعد بقى عن الايه، التوم والكلام ده كله. يعني التوم ده هو بينفع لبعض الناس وما بينفعش لبعض الناس التانيين اللي معدتهم ضعيفه. فانت يعني برضك كذلك بالنسبه للحيوانات، يعني الحيوان ده معدته ضعيفه، فانت لما تيجي تحط له التوم، مين اللي عرفك ان التوم دوت مفيد للطائر؟ يعني انت كده يعني انت ممكن تضر الطائر، على الاقل خالص الطائر مش هياكل كفايته من الاكل، لان لما هو الطائر اصلا عطشان ما خدش كفايته من الميه. فانت ما تفرطش في استخدام المضادات الحيويه، وبلاش ان انت تقعد تحط التوم والكلام دوت كله. يعني حتى لو عملت المساله ديت، يعني حطه بس بمقدار يعني ايه، يعني مجرد بس ما الطائر عطش وبعد كده تقوم حاطط له الميه، بعد نص ساعه مباشره قوم رافع الميه ديت وغيرها بميه نظيفه، عشان يبقى انت كده ايه في مرحله الايه الوسطيه. لو هتحط ليمون حطه برضك ايه يعني ساعه واحده بعد تعطيش الطائر طبعا، وبعد كده قوم شادت واخد المسقه ديت ورامي الميه بتاع الليمون ديت، وحط ميه نظيفه عشان كده نضمن ان ايه، ان الطائر هيشرب ميه ويقبل عليها وياخد كفايته من الميه. ودي الطريقه الصحيحه. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، وما تنسوش الاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.